مفاجأة من العيار الثقيل من شركة سامسونج للعالم. أخبار تقنية تازة ويانا اليوم عن معالجات سامسونج القادمة الإكسينوس 1000 أو 1000 وتجارب الأداء اللي تسربت عن المعالجات القادمة اللي ممكن راح تدهشكم. بداية وقبل الدخول للتفاصيل لا تنسون الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأحمر بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه ونشره بالقناة أولا بأول. وأهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم أحبابي المتابعين الكرام من كل مكان. إذن شركة سامسونج ممكن تفاجئ العالم. سنوات مضت ومعالجات الإكسينوس دائما متخلفة بالأداء عن معالج السناب دراجون واللي صار محتل الصدارة بالفترة الماضية، لكن هذا ممكن يتغير العام المقبل، حيث الجيك بنش للإكسينوس 1000 والسناب دراجون 875 وصل وبين هذا الشيء. وإذا كانت الأخبار صحيحة فالإكسينوس القادم مو فقط راح يكون أسرع من السناب دراجون 875 بل حيكون أيضا منافس شرس مع معالجات أبل وبالخصوص A13 البايونيك تشيب. بداية خلونا نشوف نتائج الجيك بنش للسناب دراجون القادم 875 واللي هو بالسنجل كور 1159 وبالمالتي كور 4090. هذا يعتبر تحسن مقارنة بالسناب دراجون 865 وأدائه اللي يجي مع 926 للسنجل كور و 3452 للمالتي كور. أما نتائج الإكسينوس 1000 أو 1000 بالسنجل كور 1302 وبالمالتي كور 4250. وإذا خليناهم الآن بجانب بعض تلاحظون مقدار الفرق بين المعالجين واللي هو فرق كبير. الإكسينوس 1000 تقريبا يقدم أداء أفضل بمقدار 10%، والآن لو قارنا هذا مع أداء معالج أبل A13 بايونيك تشيب اللي يجي مع 1337 بالسنجل كور و 3589 بالمالتي كور، وهذا المعالج من أبل اللي يجي مع هاتف الآيفون 11 برو، فتقدرون تلاحظون إنه الإكسينوس 1000 هو أفضل بالمالتي كور سكور، أما بالسنجل كور فتقريبا متقارب مع A13. معالج A13 مبني على معمارية 7 نانومتر بينما الإكسينوس والسناب دراجون مبني على معمارية 5 نانومتر، والمقارنة الحقيقية حتكون ضد معالج أبل القادم A14 بايونيك تشيب اللي حيكون متوفر على هاتف الآيفون 12. ولكن طبقا لآخر أخبار عن المعالج القادم من أبل فنتائج الأداء بينت أنه شركة أبل ما راح تقدم تحسينات كبيرة عليه، فالأبجريد حيكون تغييرات بسيطة عن A13 بايونيك. ومع هذا ما أعتقد أنه الإكسينوس 1000 أو السناب دراجون 875 حيتمكنون من هزيمة معالج أبل القادم A14 بالسنجل كور، وبدل ذلك راح يتمكنون من فعل هذا الشيء والتغلب على A14 بالمالتي كور سكور بصورة مؤكدة، وراح يكون الفرق كبير طبقا للأخبار والمعلومات الحالية. راح نتمكن من معرفة هذا الأمر بصورة أكيدة بوقت إطلاق A14 بايونيك تشيب وعمل تجارب الأداء على المعالجات. والآن ممكن تفكرون كيف ممكن للإكسينوس 1000 القادم أن يكون أفضل بكثير مو فقط من الإكسينوس الحالي بل حتى من السناب دراجون والA13 بالوقت اللي إكسينوس 990 الحالي يعاني كثيرا مقارنة مع السناب دراجون 865. وهذا يخلينا نفكر إذا كانت هذه التجارب والنتائج حقيقية أو لا. أولا هذه التجارب ظهرت حاليا من كوريا الجنوبية وما نقدر نتأكد بصورة كاملة عن مصداقيتها 100% حاليا، ولكن تم البحث عن هذه الأرقام ومصداقيتها لساعات طويلة ومقارنتها مع الأرقام الرسمية من ARM وتبين أن هذه الأرقام حقيقية بشرط واحد فقط. وخلوني أوضح هذه النقطة. كل المعالجين السناب دراجون والإكسينوس حتستعمل هذه الكورتس الإي اللي هو الإكسينوس 1+3+4 والاس اللي هو السناب ايضا 1+3+4. واحد نقصد به برايم كور الكور الاساسي، وثلاثه برفورمانس كورس للاداء، واربعه باور افشنسي كورس للكفاءه. فاللي يظهر انه الإكسينوس 1000 يستعمل ارم كورتس X1 بالبرايم كور واللي هو اسرع ب 30% من الكورتكس A77، وهذا هو اللي انعكس بتجارب الأداء اللي ظهرت للإكسينوس 1000.
السنجل كور 1302 والمالتي كور 4250. أما السبب الوحيد اللي يخلي السناب دراجون أقل بالأداء من الإكسينوس 1000 هو لأنه ممكن ما راح يستعمل الارم كورتكس X1، بالمقابل ممكن يستعمل كورتكس A78 أو 78 واللي هو أسرع بنسبة 20% من الكورتكس A77 أو A77، لكن أداءه أقل 10% من الارم كورتكس X1، وهذا اللي ظهر بأرقام الأداء اللي تكلمنا عنها. وللمعلومات فقط، الجيك بنش ما يقيس الجرافيكس، فهذه الأرقام هي بيور نمبرز فقط للسي بي يو. وحيث أن الإكسينوس 1000 ما زال يستعمل مالي جي بي يو، فالأمر أكثر من مجرد احتمال أن يكون هذا أقل بالأداء من الإدرينو بالسناب دراجون 875. ومثل ما ذكرت بالتقرير، ماكو طريقة الآن للتأكد 100% من نتائج البنش مارك، لكن شيء واحد مؤكد بدون أدنى شك، إذا خلينا هذه النتائج على جهة، الإكسينوس 1000 أو 1000 حيقدم أداء على الأقل يكون أفضل من الإكسينوس الحالي وأفضل أو بنفس أداء السناب دراجون القادم الـ 875، بسبب استعمال السناب دراجون والإكسينوس نفس الدرجة من الكورتس، والأمر المتبقي اللي يخلي واحد منهم أفضل من الآخر هو نوع البرايم كورتس المستخدم بكل واحد منهم. فإذا كانت هذه النتائج صحيحة بالنهاية، أكيد سامسونج راح تدهش العالم بأداء المعالج القادم الإكسينوس 1000. لكن خلوني أعرف آراءكم عن الموضوع والتقرير، وفيما إذا كانت سامسونج بالفعل حتتغلب على معالجات السناب دراجون أخيرا. وخلص وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. لمزيد من الأخبار والتقارير والشروحات، تأكدوا من الاشتراك بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأحمر بالأسفل، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار، تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي على الفيسبوك أو الإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.